بنلعب اللعبه دي يا مالي العب اللعبه دي انا اكتر واحد كلت اقلام في الاكاديميه من ساعه ما جيت والله العظيم اكتر واحد كلت اقلام تعالي تعالي بس تعالي مينا مينا يا مالي العب اللعبه دي يا مالي هيك تعالي بالذوق لا 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 أصلا مش هسيبك النهاردة فتي تعالي بالزوج مالي مالش متحركة من هنا تكون خلصت تعالي 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 بالزوج تعالي بالزوج ولا أنا أسف بالزوج مالي مالش نتحرك من هنا مالش نتحرك بيت لنا مش نرقد هنا تعالي تعالي برمش يكون اللي غادي تحب علي انا مصري وبلعب معاه وبهزر بعد ما خلصت هي عامله كده طب تعالى انا امسك المايه يلا بينا تعالي تعالي اماني انت شو عملت ايه هتولها هنا هتولها لا استنى لا مين مين اللي هياخد الحق اوكي والله شو بتعمل يلا ايه اللي حصل احكي لي بالظبط ايه اللي حصل قال لي هيا نلعب وهيك ورين ورين انت عايز تكررها تاني اديني المشهد اديني المشهد كله ايه يا عم ايه يابا ايه مش عارف المشهد انت احنا نلعب وهيك حاسين احنا نلعب وهيك قامت له اه تخيل انت تخيل انت القوعه دي القوعه دي رنت وهربت نجري تخيل لازم يكون في قصاص بالظبط مؤلم اه بصي كده اشرح خلاص انا ما خدتش حقك خلاص خدها بقى مش يلا طبعا تقول لي تمسك المايك وتقول ده ولا خلاص يا خليها اربطها بره اربطها بره تقول انا اسف اطلع عارف كلمه ستار اكاديمي اللي مكتوبه اربطها فيه عينيا لحد ما اجيلك اوكي هوب في بالي